وللمزيد عن أحوال الطقس نعود مرة أخرى إلى نعم إليك مرنا. شكرا لكما رجائي وإلهام. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، الأسكندرية 26-18، مطروح 24-16، بورسعيد 26-18، والإسماعيلية 27-19. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 20، العريش 25-17، طابة 31-20، شرم الشيخ 29-22، والغردقة 30-22. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 21، أسوان 30-22، الوادي الجديد 31-21، شلاتين 32-25، وحلايب 27-24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.